مدام أمينة، رأي حضرتك إيه في رسم شخصية شريفة ماهر اللي هي زوجة الابن؟ ما تعتقديش حضرتك إن فيها شيء من المبالغة؟ ولا يعني نقدر نقول على دي شخصية سينمائية، ولا دي ممكن نقول عليها شخصية واقعية؟ والله إن جيت الحقيقة في برضو زيها في الحياة في الواقع، في زيها كتير قوي. بدليل الخلاف الدائم ما بين الحموات والزوجات. وبصراحة كمان مش بس شريفة ماهر اللي مثلت الدور ده، قبل منها مثلته زينات صدقي. لأن القصة دي اتمثلت مرتين، نفس القصة اتمثلت مرتين بكاستين. القصة الأولانية كانت فيلم الأم، وكان أنتجه وأخرجه المرحوم عمر الجميعي. أيوة. فالشخصيات كان فعلا الكاست كله متغير، يعني كان الأصلي كانت بدال شريفة ماهر زينات صدقي، بدال الأم أنا فضلت دائما في الاثنين. بدال زكي رستم حسين رياض. أيوه. بدال شكري سرحان كان واحد اسمه نسيت اسمه كويس، يعني ممثل ما اتشهرش مثلا، لا مش قوي. فؤاد جعفر، وكان في تاني سعيد خليل بدال نور الدمرداش. المهم القصة دي اتعملت كأم ونجحت برضو نجاح كبير جدا، بس لأنها قصة إنسانية. لكن حبوا يعيدوها تاني ذات نفس القصة، بما إنها قصة ناجحة، بكاست تاني، لكن الأم برضو أفضل. أنا برضو. فبعد 10 سنين عملوا فعلا فيلم أعز الحبايب بكاست تاني خالص. طب اختلاف الشخصية، مع حضرتك قلتي انه فنانة زينات صدقي عملت شخصية الفنانة شريفة ماهر، يعني نقدر نقول مقارنة بين الأداء في الشخصيتين، لأن معروفة أنها كوميديانة يعني. لا، عملته برضو جد جدا، جد جدا على خلاف ما تعودنا يعني. لا جد جدا، بس طبعا كل واحدة باللون بتاعها، وكل واحد باللون بتاعه وشخصيته وهكذا. بس هو كان الاختلاف بقى في التقدير الأدبي والمادي لأمينة رزق بس. اقول لك ازاي. انا ايامها كنت شابه، ايوه، ايام الفيلم الاولاني اللي هو الام ده، ومرموقه ونجمه وبتاع. المهم جوني عشان يتفقوا معايا اعمل الشخصيه، مع ان الشخصيه ما كانتش تليق بيا يعني كما يجب، لان شابه صغيره. بس كنت بقى مشهوره جدا ونجمه. زي مثلا زي حضرتك دلوقتي برضه. لا كبيره يعني طبعا. لا يا صديقتي، لا خلينا واقعيين. لا طبعا. فالمهم فجم يتفقوا معايا بالعافيه، وقبلت وترجوني ومش عارفه ايه. 2000 جنيه اجر والملابس عليهم. وعملت الدور. أيوة. ونجحت، لكن ما كانش الدور لايق لي كليا، لاني شابه صغيره وبقى وقعدت اعجز في نفسي وبتاع. ما يبقاش طبيعي. ما يبقاش واقعي. بعد 10 سنين طبعا دخلت في مرحله سن تانية. فمرحله السن التانية ديت كنت طبعا مرحله الشباب قلت، واصبح الدور فعلا يليق لي فعلا، وانضج حضرتك وأنضج طبعا وحاجه زي كده. لكن التقدير الفني والادبي والمادي خلاص انتهى بمرحله الشباب. فبالعافيه ادوني 400 جنيه والملابس عليا كمان. تشوفي التقدير. هو المكسب كان الجمهور ده اللي نقدر نقوله. الحمد لله. يعني عايزه اقول لك حاجه غريبه بتحدث في الوسط الفني. ان التقدير مش للكفاءه الفنيه. للاسف يعني. معظمه، مش كله دائما. كتير منه مش للكفاءه الفنيه. للمظهر والشباب والبتاع. الاسم بقى في الديل شوية. ما بقاش في الصدارة. وما بقاش في البتاع في زي الاول. بس في قلوبنا في الصدارة يعني. ده اللي احنا عايزين نقوله في قلوبنا، قلوب كل الجماهير يعني. الحمد لله. الجمهور والحمد لله بيقدر كويس جدا. انما احنا بنتكلم للاسف على المسؤولين. المسؤولين قول لك الشباب والتقدير الادبي والمادي، وبعدين المرحلة الثانية بقى للأمهات والأبهات والحاجة. بس أقول لحضرتك بقى مدام أمينة، حضرتك أستاذة لينا كلنا، وإحنا تعلمنا من حضرتك إنه التقدير الأول والأخير اللي بيعيش لأي فنان هو تقدير الجماهير
واللي بتشوفه ده اللي معايش. وده اهم حاجه لغايه ومكان حضرتك في قلوبنا وقلوب كل الجماهير اللي بتسعد لما تشوف حضرتك معانا. ده مش بشكر، لا مش عشان تشكري حضرتك، دي حقيقه. لا انا بتكلم على الواقع اللي بيحصل. حضرتك ليكي دقائق في اريد حلا بالفيلم كله. طبعا كل يعني في ولدان الجماهير يعني انا عايزه اقول لك اللي يحضرني دلوقتي وخدت عليك جايزه، عمرك ما عملتي حاجه وخدتي جايزه وعمرك ما طلعتي في لقطه من غير ما تدي زي ما قلت في اول الكلام احاسيس. انت عندك احاسيس وعندك حب للفن وبتدي، وانت اساسا ما اشتغلتيش عشان تبقي واحده غنيه ولا فنانه غنيه، اشتغلتي عشان بتحبي ده. انت عارفه خدت كام على اريد حلا ده وكنت سعيده جدا؟ 170 جنيه. يا يعني اعلى ممسكك مني بقى ومن الحياه. احنا بنسعى، احنا بنتكلم بس على المواضيع الحساسه دي. انا بس حلو ان حضرتك ذكرت لنا انه هذا الفيلم معاد، وانه قبل كده كان فيلم تاني باسم الأم. وان حضرتك عملتي شخصيه الام في الاثنين، في كاستين مع الاثنين.